الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال نجا للشيخ أبو بكر، نقرأ أول شيء بعد ذاك نجي لحميد والبرعي والجماعة دي. أصبر بس. واحد قال: أنا رجل أتزوج بامرأة من القرب وأصيبت بضربة شيطان للمرة. أنت عرفتها كيف ضربة شيطان؟ احتمال تكون ضربة كهرباء. قال لك ده شيطان منه؟ قول شيطان. قال: أرجوك يا شيخنا، هو قاصد الشيخ أبو بكر، أنا أريد أن أعرف في أي سورة من القرآن يوجد علاجها، أرجوك أن تدلني على الآية. الآية يعتفي القرآن. طيب، ربنا عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ربنا عز وجل القرآن ده كله شفاء، فهمت؟ وما في آية بالتحديد آية معينة العلماء أو النبي عليه الصلاة والسلام من قبلهم خصها بالشفاء، آية معينة، آية كده آية كده، زي ما بقول لك الصوفية يقول لك الآية دي فيها سر، ودي فيها سر، ودي فيها أم الصبيان، ودي فيها أم مين ما عارف ليك، ودي فيها أم فلان، فهمت؟ اللعب بالعوا بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشفي بالإخلاص والمعوذتين: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وسورة الفاتحة وغيرها من سور القرآن الكريم كلها شفاء، فهمت؟ فإنت زوجتك دي إذا ثبت إنه ضرب شيطان، وأنا ما أعرف بيحددوا ضربة الشيطان دي بيعرفوها كيف يعني. المرأة كيف تميز المرأة ضاربة شيطان من الماء ضاربة شيطان؟ نمتى؟ أول حاجة المرأة دي عيانة، وديها الدكتور أول شيء، نمتى؟ وديها الدكتور بيفحص لها، نمتى؟ بيحدد لها المرض بتاعها. ده كله ما نفع معاه أرغلاه. أنت براك مش مرتك، هاي مرتك أنت، أرغلاه براك أوعك توديها لفكي حميدة ولا غيره، العواليق اللي قاعد بجاي ده، نمتى؟ اوعك توديها لفكي، لانه ده بدق فيها مقلب، ما بقول لك شيطان، ده بقول لك خشوا فيها ثلاثة شواطين، والله جد، انت ثلاثة شواطين بيقول لك خشوا فيها. اها، المطلوب شنو يا شيخنا؟ بقول لك اول حاجة بياض 500 جنيه، لانه الاسعار ارتفعت، والعيشة بجنيه، والدقيق بخمسة، فهمت؟ زمان كان 100 و200، هسه 500، ده البياض. اول حاجة بقول لك الجلسة الاولى يقرا لها ويكورك ويدقها، فهمت؟ ساعتين، بعد ساعتين يقول لك الحمد لله مرق واحد. ها، من جبال مرق واحد، هاي شفتوا كيف يا وزه، شفتوا كيف الواحد المرق ده؟ بيقول لك تجيني الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي بيقول لك باقي اثنين، تدفع ثاني 500، فهمت؟ ثاني تدفع 500. ها، يقعد معاه ساعتين يقول لك مرق الثاني، باقي واحد بس. المرة الثالثة تجي تاني تدفع له 500، يجوط يكورك يمشي ويجي، فهمت؟ ما الصوفية براهم، في واحدين البندقون برضو شغالين الشغالة دي، فهمت؟ مركز زعموط للرقية الشرعية، لعب سايد. يجي المرة الثالثة يقول لك ده خطر، ده ما بيطلع، ده داير جلسة ثانية، جلسة خاصة في البيت. يجي شاي شنطته، السلام عليكم. وعليكم السلام. ده منو ده؟ دكتور؟ لا ده فكي، الله يفك راسك، فهمت؟ اقرا لا براك يا اخي، الله يديك مالك مال لو لو زي دي، والا قاك صوفي شفت من النوع اللي بيضرب دخن فتريتا انت واللغاويز ديل، بقول لك لا 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 لا، موضوعك اي مقضي يا مبروك، مقضي، خليها تقعد مع ام الفقراء اسبوع، فهمت؟ وتجي تلقى الشيطان مرق، تلقى الشيطان مرق، لكن ابوك الشيخ بيكون خش محل الشيطان، لعب باعراض المسلمين باسم الشفاء والمرض، فهمت؟ اوعك مرتك تموت ما توديها ليصوف، والله يجب تموت عديل، اوعك تورط نفسك توديها ليصوف، لانه الصوفي بدمر عرضك وبدمر المراه وبدمر حاجات ثانيه، فهمت كلامي؟ وده لابد الصوفيه يضربوا بيد من حديد، ولو في اقوى من الحديد ذاته نضربوا بهم، فهمت؟ لانه في بعض الناس يقول لك انتم مشكلتكم مع الصوفيه زي السياسه، لازم تتكلموا في الصوفيه وعندكم عداء مع الصوفيه هلال مريخ. شوف يا شيخنا، نحن عدانا مع الصوفية عداء بتاع عقيدة، ومع كل الطوائف عداء بتاع دين، انت كتاب وسنة، لأنهم هم الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى.
ده ما نعاديهم نعادي منه يعني. هسه في ناس مشكلتهم الكبيرة والأولى الحكومة. أنت يركب معاك في المواصلات والله الحكومة دي زلط. يمشي يمين الحكومة الرغيف، يمشي شمال الحكومة الكهرباء، يمشي يمين الحكومة الموية، مشكلته الوحيدة مع الحكومة. أنت ورأس ماله بومبام بس بيجي راجع طوالي، ما شفت الصحاليك، شفت الشيوعيين قبل كم يوم في شارع الجامعة ولا شارع الجمهورية، شلة بتاعت ملقطين معاهم الكودة والسجم ورمات. أنت كلامي؟ كلهم حواليك ما يفقهوا شيء في دين الله عز وجل. شيوعيين اتلم معاهم جبهة ديمقراطية من شط مؤتمر شعبي وغيره من الأحزاب الفاشل. مرق وقال دارين يسقطوا النظام. دارين ديل العطالة ديل دارين يسقطوا النظام. كده بالراحة كده. حس النظام ده لو قال لكم تعالوا اسقطوا بتقدروا؟ عشان ما يخشوا الناس بقيت الناس المساكين. يا ناس الرغيف غلا والبنزين ما في والجاز بالصف اوه لازم نطلع مظاهرة. حرام. مش فيه انت ما تزعل. حرام. قال منو؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام. امتى؟ ده اللي منو؟ ده الناس اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويدعوا فيها الاسلام ويدعوا انهم بيرفعوا راية الاسلام ودعاة للاسلام. ده الكلام ده لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج على السلطان شبرا فمات فميتة جاهلية. إمتى ده كلام منه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى؟ لأنه هسه في ناس شغالين دعاة واحد جايبينه في قناة طيبة واحد جايبينه في قناة السودان وغيرهم بيدقون وبيعمم راكبين المنابر يحرضوا الناس للخروج على الحكام وده ما بجوز ما بجوز. شلة بتاع الصهاليق اتلموا وقال ماشيين مظاهرة مسيرة سلمية دارين يسلموا مذكرة. ده تذكروا بشنو انت يا اخي؟ يسلموا مذكرة لمين كده في الحكومة وده باطل كله من المذكرة للوقف صف للمشى للسلمة له كله باطل. انت باطل لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح لذي سلطان. شفت تقول نحن مطبلاتية؟ ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الصوم نختاو انت ما عجبك هاي تخارج. نحن عجبنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده ولينصح فيما بينه وبينه فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. للسنة في التعامل مع الأمراء والحكام والسلاطين. أنت وأي ذول جا قال لي غير الكلام ده؟ أي ذول قال لي غير الكلام ده؟ عارف ذول مبتدئ وذول ضال مضل يحرف الناس عن صراط الله تبارك وتعالى. فالغلاء والمحن والمصائب لا ترفع إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الناس تعرف المعلومة دي كويس. انتوا كده ما تجربوا الشيوعيين والعلمانيين وأنصار المهدي ناس العمل كده ديك زي بتاع الفرن. امتى؟ تعالوا جربوا جربوا كده بدل تمشي مظاهرة ووك يسقط يسقط وبكرة التحالف جاي يملى البلد فتة. في ناقصة فتة؟ بلد دي ناقصة فتة. ما ده الكويم كوركو فتة متوم حمتنا النوم الفتة مشطة داين ارتم لا فتة اكتر من كده. دير كده جربوا يا شيوعي خلي الكفر بتاعك ده اعبد الله عز وجل. يا صوفي خلي الشيخ اعبد الله. انصار مهدي خلي المهدي اعبد الله. كوس خلي الكيزان ارجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. انصار سنة خلي الريالات هاي ارجع لسنة. امتى كلهم الناس ما تجرب ليه بس دارين نطلع ما طالعين احنا تب ما مارقين قاعدين هنا نموت جعانين يا شيوعيين نموت من الجوع ولا نخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس بتلعب ولا شنو؟ وربنا عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا عارف في ناس عواليك فهمت وصحاليك وشفاتة قول لك دول مدعومين من الحكومة. ده شكل دول مدعوم من الحكومة؟ تمام نصيحة ولا شنو؟
انا لو مدعوم من الحكومه بجيب لقينا في السوق في سوق في, في سوق سته ما بتلقاني راكب فوق في التلفزيون تلقاني قاعد وطبعا في هذا التضخم وهذه البوتغه وهذه الانبجاسات يا ولد ده زول مدعوم انا ما مدعوم انا مسكين سايد اخبش جاي من امبده فهمت في زول مدعوم بيسكن امبده انت مجنون انتوا مدعونين من الحكومه ودارين تطبلوا للحكومه لا انا كلامنا ده ما خايفين من زول اعرف اول حاجه ما بنقوله خوفا من زول ده كلام الله لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم مسلم اي بيصلي اي ما بجوز لك تخرج عليه اوعك اوعك يغشك واحد كان العيشه بقت ب 20 مليار دولار ما بجوز لك تخرج ليه لو مت النبي عليه الصلاه والسلام قال مات ميته جاهليه اوعك انت تلزم السنه امتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فالبلد دي بتمشي فوق بالتوحيد الأسعار بترخص بالتوحيد بالتوحيد بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويترك الشرك ويترك الكفر ويترك المحدثات ويترك البدع النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإنت خليك حريص أي ذول لقاك صوفي تنصحه تبين له التوحيد تبين له الشرك أهلك أخوانك أخواتك أبوك أمك أي حتة مشيت بدقن ولا بغير دقن تبين التوحيد تبين الدعوة للناس الناس تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إمتى؟